الرفع، ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. صلوا على الحبيب، قول عليه الصلاة والسلام. إذا الواد حسام، الواد حسام ده اللي بيسأل كتير، خرجت فإذا الأسد واقف. دي أولاد اسمها إذا، إذا الفجائية اسمها إذا إيه؟ إذا الفجائية غير إذا الشرطية. إذا الشرطية يعني تدخل على جملة فعلية وتحتاج إلى جواب. إذا جاء نصر الله الفتح أعمل يا ربي، فسبح بحمد ربك. لكن إذا الفجائية تدخل على جملة اسمية ولا تحتاج إلى جواب. ربنا جل وعلا يقول لسيدنا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آخر الآية. ألقيها يا موسى، فألقاها. شوف المفاجأة، فإذا هي حية، صح ولا لا؟ شوف سيدنا موسى، طب مش متوقع، ده حاجة مفاجأة لي. ولذلك في بعض الآيات هو يعني سيدنا الآيات بتصف إيه؟ لا 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 لا، يعني يا موسى أقبل ولا تخف، يعني ما ده سابها وجري، مش كده ولا لا؟ من شدة خوف، يعني إزاي العصاية تنقلب إلى حية حقيقية. فإنت لما تقولها وشوف خرجت من البيت فإذا الأسد واقف، هذه مفاجأة ليك. دي اسمها إذا الفجائية، تليها جملة اسمية. فإذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، زيد يضربه عمرو، هنا يجب رفع الاسم. يجب ليه؟ لأن إذا الفجائية تليها جملة اسمية، فهنا يجب الرفع، بسبب أنه الاسم المشغول عنه ده جاء بعد أداة يعني لا تدخل إلا على الأسماء اللي هي إذا الفجائية دي، وده عكس المسألة الأولى. يعني ها فهمتوها ولا مش فهموها؟ طيب يلا واستوها. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. لحظة لحظة بس، شفت الجمال؟ شفت؟ خد بالك، امسح يا ابن بسرعة، امسح عشان نخلص بسرعة، شد حيلك شوي. أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. شفت الكلام الكثير ده؟ أو زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. أن يتقدم على الاسم، أهو عمرا ده، سمعني يا أولاد ولا لا؟ عاطف يعني الواو، مسبوق بجملة فعلية اللي هو إيه؟ ها قام أبوه، صح ولا لا؟ الجملة دي مخبر بها عن اسم اللي هو زيد، فهمت ولا لا؟ يبقى هذا الاسم هو مسبوق بعاطف اللي هو حرف العطف، حرف العطف ده مسبوق بجملة الفعلية اللي هي قام أبوه، نفس الجملة الفعلية دي واقعة خبرا عن اسم، صح يا شباب؟ يجوز في هذا الاسم الرفع والنصب بالتساوي. فإذا قلت وعمر، يبقى راعيت صدر الكلام، صدر الجملة، لأن هذه جملة كبرى. معنى جملة كبرى يعني خبرها مفرد، ولكن الصد العجز اللي هو الجملة اللي هو الخبر يعني ها مكون من فعل وفاعل، صح ولا لا؟ مش كده يا ابني ولا لا؟ طيب فلما نقول وعمر، يبقى عطفت على مين؟ ايوه صح كده ولا لا؟ واذا قلت وعمرا، يبقى راعيت الفعل، صح ولا لا؟ يعني شو كانك قلت اكرمت قام زيد او قام ابو زيد وأكرمت عمرا، إنه بعطفت جملة فعلية على جملة فعلية. إذا رفعت بعطفت جملة اسمية على جملة اسمية. يجوز لك مراعاة صدر الجملة ويجوز لك مراعاة عجز الجملة، أنت مخير، فهمت ابن ولا لا؟ على التساوي، هذا على التساوي. فإذا قلت زيد قام أبوه وعمر، يبقى عمر معطوف على مين؟ لأن دي جملة اسمية، صح ولا لا؟ بدأت باسم. طب وإذا قلت وعمرا، يبقى عطفت على الجملة الفعلية دي، صح ولا لا؟ يبقى كأنك قلت قام زيد أو قام أبو زيد وأكرمت عمرا، يبقى عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، هذا بالتساوي. أما الترجيح الرفع فيما عدا ذلك، يعني زيد ضربته
وفي القرآن الكريم جنات وعدن يدخلونها، جنات بالرفع. ليه؟ لأنه جنات ليس فيها شيء مما قلناه، يعني ليس الخبر فعل طلبي، وليس ولم يسبق بعده الغالبية فيها الدخول، يعني كل الذي قلناه لا يوجد هنا. فهنا الراجح الرفع، لأنه ده فيما عدا ما سبق. يعني بهذا نكون بفضل الله انتهينا من باب الاشتغال، ونقف عند باب التنازع إن شاء الله ندرسه بأمر الله إن شاء الله المحاضرة القادمة. ويعني ما شاء الله إحنا تقريبا انتصفنا يعني أو أكثر من نصف يعني بفضل الله، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.